يا السلام عليكم الدراري، معكم يوسف اسحاق في جديد رياكسيو جديده. سو كما تشوفوا من العنوان، اليوم غادي تكون رياكسيو ماشي على شي رابر ولكن على واحد الفنان مغربي تيتحترم اللي هو زويل باوي. تكونوا شفتوها من العنوان. ما تنديرش الرياكسيو لهذا النوع هذا ديال الاغاني، انا مختص غير في الراب، ولكن بزاف الناس في الرياكسيو الاخرى اللي لحت كلشي طلبني على هاد الديسك هذا، قال لك الصاد خصك ضروري ترياكت عليه ضروري. يعني لقيت بزاف ديال لي كومونتير تطلبوني باش انني رياكت على هذا البلان هذا. هذا البلان هذا دخلت لقيته هو الاول في الطوندونس، 4 المليون في خلال 24 ساعه. هذا الرقم هذا راه ماشي غير خصو يتحترم، يعني راه شي حاجه اللي خياليه ديال بصح، اللي قليل فين تنشوفوها في المغرب، في الطوندونس المغربي. زهير الباوي لازم علينا نصبروا، مش بلا ما نطول عليكم باش ندوزو ديريكت رياكسيون. لاستري مكومبوزي زهير الباوي، الكتابه زهير الباوي، وتالحر الحر اللي واحد الاسم اللي كبير كبير في المغرب، شكون اللي ما تيعرفوش. واحد الفنان اللي تيتحترم مساهم في الكتابه ديال هذا، وقيلا هذا هو اللي كان غادي يكون فيت بينه وبينه بين زهير الباوي، وقيلا ما بقاش حيت شفت واحد الفيديو تيعتذروا حيت ما بقاش هذاك الفيت، ولا ما عرفت تاجل يبدلوا البروجي ولا شي حاجه. بلال افريكانو، بلال افريكانو اللي تيخدم مع الناس ديال الشمال، خدمته واعره واعره بزاف، تحيه ليهم. باش بلا ما نطول عليكم وندوزو ديريكت رياكسيو، بغيت نقول لكم بلي كنقطع شويه الموسيقى وتنطلب منكم انكم تسمحوا لي بزاف بزاف. علاش؟ على ود الكوبيرات باش ما تحيد لياش الرياكسيو من اليوتيوب. هادشي اللي كاين حيت هاد القضيه دي تتزعج بزاف ديال الناس. هادشي اللي كاين ما تنساش، لكنتي اول مره تشوفني مالك الا انك تبدل تحت دير سبسكرايب ودير داك الجرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديو ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا لعندي الانستغرام اللي هو بوسحاق بو برود، اللي هاد القوليه ديالو في الديسكريبشن في اول كومونتير اللي غادي تلقاوه في هذا الفيديو. هادشي اللي كاين وبيس. 1 2 3 بيس. اوكي زهير الباهوي. اخرج امير. نايس. من ناحيه لي ترانزيسيون، من ناحيه المونتاج، من ناحيه السيناريو كيفاش مخدوم. يعني اول مره تنشوفه في حال هاد الخدمه هذه في المغرب اللي دايره زهير الباوي، اللي تحيه ليه. وبالنسبه ل الباحه الصوتيه اللي مقصر بها، اللي بدا بها دابا، ماشي شنو هو الكلمات ديال الراب كنقولهم في هادشي. بنادم كاين اللي يدخل لعندي لاشين جديده يقول ويلي anyway غير قبلوا علينا باش ما كان anyway بلان واعر واعر، طالعه زوينه. يعني تحاول انك تنغم مع البلان ملعوب، سيناريو زوين. ونكملوا باش بلان نايس والله الا نايس دير بصح وحق الله. هاد بعدا كاين اللي مصور مول الاخراج راه امير. المهم راك قريت السميه في الاول، ما بغيتش نقراها كامله لا نمشي نغلط ولا شي لعيبه.
نايس والله. هاد القطع دي تنشوفوها غير في الافلام ديال الطنوبيله مقلوبه وكذا واللعيبات. تزوير الباوي تبارك الله عليه تقن الدور ديال التمثيل واللعيبات، يعني داك الشيء مخدوم بروفيسيونيل. هاد الشيء دابا عاد عرفت علاش 4 المليون في 24 ساعه، يعني بروجي فريمون فريمون اللي يستاهل. واخا انني ما مولفش انني الرياكت على هاد البلانات، يعني بعد لا لاحظتوني معاك كنت بغي نخرج شي كلمه الرابور يا ويلي، بعد تقول ويلي واش دابا انا تندير شي حاجه اللي زوينه فهمتي، ما جاش انني نقول هذوك الكلمات ديال اللي تنقولهم في الرياكس ديال الراب. اني واي اللي غادي نقول هو داك الشيء لوز، ولكن فريمون فريمون الناس شوف زهير البهاوي كاع دوك اللي تغنوا في حالة السيلات هادو، وواحد الاحترام كبير للحر اللي مساهم حتى في هذا البروجي هذا، يعني باينه شي حاجه اللي غتكون سبيسيال. بيس نكملو باش ما ندويش بزاف حيت نحس براسي تندوي. هادي هي البنت اللي ولدات باش ماتت الام. بزاف بزاف انا ما كاينش اللي اثر فيا قد داك البلون اللي ديال الامهات اللور لابسين الكحل وواقف زعما كاين مأزم يعني على شكل عزو ولا شي لعيبه، يعني فريمون هذا البلون هذا هو اللي اثر فيا بزاف. واخا الاخرين يعني لي بلون اللي واعرين واعرين بزاف، السيناريو واعر بزاف، ولكن هذا البلون هذا اللي ممثلين المراوات موراه فريمون فريمون تيعطيك واحد الفيلينغ اللي بزاف. المهم الناس اللي تيتمسكوا لهاد الشيء واللي تيسمعوا لهاد الشيء غادي ضروري ضروري غادي يفهموني. بيس. انا مثلا نظن هاد لي بلون مصورين في مصر حيت هاداك البني ماشي ديال المغرب. خدام فيه بنادم بزاف. زويا الباوي زويا الباوي جانا استخي برود باي زويا الباوي، يعني راه بلان ديال بصح. والحر لما تنظن لما خفت من غلط راه هذا هو اللي كان يضرب فيت مع الحر. صدق صدق انيريل بلان. بيس الله يلا بيس فريمون فريمون داك الشيء واعر بزاف بزاف. سمحوا لي نقدر حاش اول مره تنرياكت على شي نوع ديال الموسيقى فحال هادي، دونك سمحوا لي لما كانت دازت الرياكسو حاش في الرياكسو تنبغي ديما نكون بوزيتيف، يعني ديما الفرحة ديما النشاط، ولكن بلان فريمون فريمون يستاهل. هذوك الأعداد ديال ليفي يعني يستاهل أكثر. بروجي مضروبة فيه تمارة، كاع الناس اللي ساهموا في هادشي يعني الخدمة الخدمة هنا فين تتبان لك الخدمة ديال بصح. و بيس الحر الأفريكانو الساط اللي مقاد هذا باينة أمير، دونك باينة غادي يكون من إيجيبت يعني من مصر
يعني باينه غادي يكون من مصر. سو تحيه ليهم كاملين. هذه هي الرياكسيون ديال يوسف بوسحاق. لك كنتي تشوفني اول مره مرحبا بك، ما عليك الا انك دير زر الاشتراك تندير رياكسيون على روابا. لا عجبات بنادم هاد لا رياكسيون كيفاش رياكتي على هاد الاغاني، هادو النوع ديال الاغاني وعجباتهم، انقى ندير ديما رياكسيون على جميع الانواع الموسيقى. هادشي اللي كاين. كان معكم يوسف بوسحاق، كانت هذه هي الرياكسيون ديال اليوم. ما تنساش تلاح عندي الانستغرام اللي هاد القليان ديالو في الديسكريبشن، دير سبسكرايب. Peace.